تلاميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية الإسلامية، النموذج الثاني، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، ضع صحيح أو خطأ أمام كل عبارة. لدينا العبارة الأولى، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب العلم. أحسنتم، صحيح. أول ما نزل من القرآن الكريم، الآية الأولى من سورة العلق، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لهذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب العلم. ثانيا، التوراة هو الكتاب المنزل على سيدنا عيسى عليه السلام. التوراة هو الكتاب المنزل على سيدنا عيسى عليه السلام. أحسنتم، خطأ. التوراة هو الكتاب المنزل على سيدنا موسى عليه السلام وليس عيسى. من مظاهر الإحسان الدعاء للوالدين. جيد، صحيح. نواصل، بالعلم نميز بين الخير والشر والحق والباطل. لدينا الخير ضده الشر والحق ضده الباطل، كيف نميز بينهما؟ أحسنتم، بالعلم. إذن العبارة صحيح، اكتب صحيح. يجب أن تكون جميع أعمالنا مخلصة لله تعالى. أحسنتم، صحيح. بلى، لأن الله تعالى لا يتقبل سوى الأعمال الخالصة، لهذا يجب أن تكون جميع أعمالنا مخلصة لله تعالى. نراجع، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب العلم. التوراة هو الكتاب المنزل على سيدنا موسى عليه السلام، عيسى خطأ. من مظاهر الإحسان الدعاء للوالدين، بالعلم نميز بين الخير والشر والحق والباطل، صحيح. ويجب أن تكون جميع أعمالنا مخلصة لله تعالى. التمرين الثاني، عباد الرحمن هم الذين يتصفون بالأخلاق الفاضلة. بناء على ذلك، لون الصفات التي يتصف بها عباد الرحمن مما يأتي. إذن عباد الرحمن هم المؤمنون الذين يتصفون بالأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة. بناء على هذا، ولون الصفات، هنا يوجد صفات التي يتصف بها عباد الرحمن، الصفات الحسنة أو الأخلاق الفاضلة الموجودة في هذه الصفات. نبدأ بالصفة الأولى، التواضع وعدم التكبر. هل هي صفات من صفات، أي صفات يتصفون بها عباد الرحمن؟ أحسنتم، هي صفات حسنة يتصف بها عباد الرحمن. إذن ألون. نواصل، مقابلة الإحسان بالإساءة. هل عباد الرحمن يقابلون الإحسان بالإساءة؟ خطأ، إذن ليست من صفات عباد الرحمن. المعاملة بقسوة، هل هي من صفات عباد الرحمن؟ هل هي صفات حسنة؟ عباد الرحمن يقابلون المعاملة بالكلمة الطيبة وليس بقسوة، إذن ليست من صفاتهم. العدل، أحسنتم، صفة حميدة يتصف بها عباد الرحمن. إذن ألون. نواصل، إلقاء التحية، كذلك صفة حسنة يتصف بها عباد الرحمن. الرياء، هل هي من صفات عباد الرحمن؟ عباد الرحمن يتصفون بالإخلاص في عملهم وليس الرياء، الرياء صفة ليست من صفاتهم. الإحسان إلى الجار، جيد، عباد الرحمن يحسنون إلى الجار، إحسان إلى الجار من الأخلاق الفاضلة. نواصل، وضع الأذى في الطريق. هل عباد الرحمن يضعون الأذى في الطريق؟ خطأ، عباد الرحمن يبعدون الأذى عن الطريق، إذن ليست من صفاتهم. إذن من صفات عباد الرحمن، أو عباد الرحمن يتصفون بالأخلاق الفاضلة، من بين صفاتهم التواضع وعدم التكبر، إلقاء التحية، الإحسان إلى الجار، والعدل. التمرين الثالث، أكمل آيات سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق،
اقرأ وربك الأكرم، علم الإنسان ما لم يعلم، أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. إذا نجم الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أحسنتم، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، جيد، الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم، وصل؟ أحسنتم، كلا إن الإنسان ليطغى. لا يطغى. أن رآه استغنى، إن إلى ربك رجع. نعيد قراءة الآيات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى، أن رآه استغنى، إن إلى ربك رجع. الوضعية الإدماجية. أكمل قوله صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل سيورثه. إذن يوجد حديث شريف، ما زال جبريل، أحسنتم، يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن ما زال جبريل يوصيني بالجار. يوصيني بالجار حتى ظننت. أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار، بجاري، حتى ظننت أنه سيورثه. أولا، ما معنى سيورثه؟ هل معناه سيسكنه معه أم سيجعله من الورثة؟ سيورثه، أحسنتم، معناه سيجعله من الورثة. إجابة صحيحة. ثانيا، من يكون جبريل عليه السلام؟ هل جبريل رسول من الرسل أم ملك من الملائكة؟ جبريل ليس من البشر، ليس من الإنس، أحسنتم، ملك من الملائكة. إذن جبريل هو ملك من الملائكة. ثالثا، ما هي حقوق الجار علينا؟ أحسنتم، حقوق الجار علينا أن نساعده على قضاء حاجاته. إذا نكتب حقوق الجار علينا أن نساعده على قضاء حاجاتي. نراجع الوضعية. إذن حديث ما زال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيورثه معناها سيجعله من الورثة. ما زال جبريل، جبريل عليه السلام هو ملك من الملائكة، ليس رسول من الرسل. حقوق الجار علينا هي أن نساعده على قضاء حاجاته. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.